فاين لاب ديتيلر، واحد من اهم المنتجات اللي بنستخدمها في عمليه المينتيننس الدوريه للسيراميك. المنتج ده بيمتزج مع السيراميك كونه من نفس الشركه ومن نفس الجزيئات المصنعه للسيراميك نفسه، لاعاده تنشيط جزيئات السيراميك مره ثانيه وزياده خاصيه الهيدروفوبيك او سريان الميه ونعومه السياره. نفس الوقت منتج بيضيف لمعه مميزه جدا بعد استخدامه، وبيساعد في الالتصاق بالاتربه والملوثات الدقيقه واستخراجها من السيارة. لو حابب تعرف أكتر عن المنتج انقع الرابط أسفل الفيديو وتعرف على الطريقة اللي بستخدمها في باتريك أوتو ستوديو لحماية سيارتك.